اثنين واحد نبدأ. الأخير يا ليل. الله الله عليها ما شاء الله روعة فلة. بس أنا بصراحة تبغى الصراحة في نفسي عليك حاجة. ليش؟ يا أخي أنا عتبان عليك من الأخير. شباب مخرج سعد غريب يجلسوا. ليش؟ أمس الرجال يذب علي ويتريق ويحوش وأنت جاي إيش تقول؟ ها تضحك من بعيد. الرجال يقول بالله هاتوا علبة الزيتون تقوم تضحك. ما سويت شيء يا راجل. يا راجل. يا راجل. بس برضو يعني منك ما كانت حلوه يعني. ما سويت شيء. ليش اذكر اذكر الموضوع بسيط شو فيكم انتم؟ لا لا ان شاء الله كل واحد يسوي يعني هي بس برضو يا اخي لا زيتونه زيتونه يقول لك يا زيتونه يا مسخره بسيط ولا تتعبون فيه. رد عليه رد عليه انا ما راح اسكت لك معليش. انت انسان ضحكت علي صح ولا لا؟ انا ما راح اسمح لك ثاني مره تقول لي الكلمه هذه او تضحك علي. انا ما راح اسمح لك. يا ضعيف يا ضعيف يا ضعيف لا تسكت عن حقك يمسخرك وخويك وعجب. من ضعيف؟ ايوه انت زيتوني. عايش ايش تبغى انت؟ كمان تقول لي ايوه انت زيتوني. كسرت والله يا عبود الدوري نار خاصه فريقي البنفسجي علي العال. وش اللي علي عاله؟ وش اللي بشعلل؟ فريقك يا ابوي تدري ان فريق الرمادي هو الان المتصدر. الفريق البنفسجي حقك بين الفريق الرمادي حقي 7 نقاط يا حبيبي. يا حبيبي يا حبيبي فريقك الرمادي فريق ممل ممل فريق ممل. اصبر. وش اللي اصبر؟ اسكت. وش اللي اسكت؟ رجالي كل فريقك ممل ممل هذه يتقبل اي واحد الفريق. واسكت اسكت اسكت انت اسكت 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 مكانك خلك مكانك اسكت اسكت. فريقك بنفسي تحت وانا فوق. الرمادي 7 نقاط 7 نقاط الرمادي تحتك. يا ضعيف وين القوه اللي في داعم اتكلم عليك. لا تسكت لا تسكت على فريقك ولازم فريقك ينتصر في اي وقت. لا تسكت تلاحظ انك اشغال ترى انت. وش اللي اشغلتك؟ يا اخي ما غير زباله بلغه فريقك فاشل 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 فاشل. انت اللي فاشل. ما تسمع انت؟ انا زعيم التعصب. وحش وحش ابطال ابطال يا اخي ما قاعد اشوف حتى اذنك اكلها. لا لا والله ما قاعد. يعطيكم العافيه يا شباب. الله يعافيكم. وين زعيم التعصب؟ الشيطان اخرس الصوت. يعطيك العافيه يعطيك العافيه. بس قبل ما ابدا المداخلات ودي بس استفسر من وجود استاذ بندر وقول احيانا ما ادري في عرف المسرح الاكاديمي يتكلم عن مهرجانات دوليه وحسب ما فهمنا من بعض الاساتذه اللي درسونا في المسرح وحتى في الجانب الاكاديمي. هل الادوار لها علاقه؟ يعني احيانا واحد يقول حجم الدور بالكم او بالكيف. هل ممكن ادوار بسيطه تصنع فيها دور بطوله؟ هل ممكن تاخذ افضل ممثل في مهرجانات؟ هل الدور احيانا هو اللي قاعد يصنع لك المشهد الخفي؟ طبعا هو المهم الاداء. طبعا اذا كان الدور بسيط بس الاداء متقن افضل من دور طويل والممثل ما يكون في المستوى يعني مستوى الاداء. احسنت. طبعا هذا اللي شفناه منك يا معاذ حقيقه في الاسبوع الماضي الله يعطيك العافيه. كنت رائع جدا في اثراء المشهد من خلال تفاعلك مع الشاعر وهذا شيء رائع وجيد وما شاء الله تبارك الله عليك يعني تغنينا التعريف انت وزملائك حقيقه. خلونا ناخذ التعليق على المشهد من استاذ بندر تفضل. عجبني معاذ في دور الشيطان توظيف الشيطان كرابط بين وانا كنت اتكلم عن في المشهد الثاني في رابط الان نقلنا من الزمن الاول في التعصب او في الحالتين نقلنا انه في شيء يربط بينهم وعجبني اداء هذا لكن في نهايه الفقره الاولى ما كان في يعني المفروض تفرح اكثر انك انت وصلتهم للمرحله هذه فيعني في الاداء فرح اكثر يعني لانك انت وصلت
لانه انت تفرقهم ويعني هذا هدفك وصلت له، فيكون في فرح اكثر في ويكون في الوسواس يكون في حركه اكثر يعني ك يعني التاثير على الشخص. الله يعطيك العافيه. الله يعطيكم العافيه يا شباب. انا حقيقه أنا بكل امانه يعني اقول ما شاء الله تبارك الله، اشوف انه في اداء يتصاعد بشكل مستمر، وهذا انا اعتقد اذا استمرينا بهذا الشكل ولله الحمد يعني في خلال الاسابيع القادمه اعتقد بنشوف يعني منتخب من الممثلين الرائعين في رساله الاعلام الهادفه. شكرا لكم حقيقه، يعطيكم العافيه.